الناصر يبهر العالم بتقديم رونالدو، وغضب عراقي من إحياء ذكرى قاسم سليماني، وعمل بطولي في السعودية إنقاذ طفل من سيول جارفة. أهلا بكم. أكيد رح نبلش حلقتنا اليوم بالحفل الأسطوري اللي صار مبارح في ملعب مرسول بارك بالرياض لتقديم نادي النصر اللي لعبه الجديد البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو اللي شغل الدنيا والعالم من أيام. وبالفعل مثل ما كان متوقع الحفل كان أسطوري والحضور تجاوز 30,000 شخص. الحماس كان كبير والفرح كان العنوان العريض للمناسبة. طبعا مشاهدينا، قبل الحفل كان في مؤتمر صحفي لرونالدو تحدث خلاله عن حماسه لخوض هالتجربة وأنه ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم كانت صارت مختلفة، وأنه غير مهتم لأي كلام يقال عن انضمامه إلى النادي. أما لحظة دخول الدون إلى الملعب وهو مرتدي لقميص نادي النصر لأول مرة كانت تاريخية ولا تخلو من الطاقة الإيجابية اللي كانت كفيلة في إضافة التفاؤل والحماس والمحبة حبة اللي كانت عنوان الحفل. التفاؤل والمحبة والألاف من اللي توافدوا لحضور حفل تقديم الدون كنجم من نجوم العالم تصدرت العناوين لكثير من الصحف العربية، لكن مصطلح الجنون الرياضي وعبارة الحفاوة والجماهيرية طغوا على عناوين الصحف الأجنبية التي يبدو أنها تفاعلت مع الحفل الكبير والجماهيرية الكبيرة التي حظي بها النجم كرة القدم البرتغالي في السعودية وهو مرتدي قميص ناديه الجديد. خلينا نشوف بعض العناوين اللي سيطرت على الصحف الأجنبية. ومن بين الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير عن الحفل وحصل على ما يقارب المليون مشاهدة كان لفيديو دون وهو عم يوقع على كرة القدم، وكانت من نصيب طفلة متواجدة في الملعب من بين آلاف المشجعين. أما الفيديو الثاني اللي حصل على أكثر من مليون مشاهدة فهو كمان لرونالدو وعم يوقع على الكرة، لكن هالمرة أهداها بضربة حظ لأحد الجماهير. وأكيد كالعادة ما كانت عائلة كريستيانو رونالدو بعيدة عن الأضواء ولا عن حفل التقديم، ولم تقل حفاوة استقبالهم عن حفاوة استقبال لاعب نادي النصر البرتغالي رونالدو. جورجينا رودريغيز، كريستيانو جونيور، ماتيو، إيفا،
Welcome to Saudi Arabia. Hi. Welcome to Saudi Arabia. وختاما مسك مع الدون اللي اختار كلمة العالم اللي يعرف عن هويته الجديدة وهي تسمية نادي النصر اللي صار نجم من نجومه. وعن هذا الاحتفال الضخم وكواليس تغطية العربية ووسائل الإعلام العالمية ينضم إلينا من الرياض مراسلنا عبد المحسن الحربي. أهلا بك عبد المحسن. بداية سنبدأ بالقصة، كيف بلشت عندما العربية انفردت بالخبر بإعلان عن انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر؟ خبرنا عن تفاعل الناس مع هذا الخبر بالبداية. نعم نعم بالفعل العربية انفردت حقيقة في الخبر قبل حتى أن يعلن نادي النصر، وكنت على أتم الاستعداد وقتها في للقيام بهذه التغطية، وبدأنا التغطية قبل أن يعلن النصر التوقيع الرسمي مع كريستيانو. فذهبت أنا للشارع أسأل الناس أثناء الهواء، البعض منهم كان مصدوم، بعض منهم كان غير مصدق، بعض منهم كان حتى يكذب الخبر. فحتى أنا شخصيا يعني كنت أقول نحن طبعا انفردنا بالخبر ونحن لدينا الخبر الأكيد، ولكن الجمهور لم يكن يصدق حتى كلامي أثناء سؤالي لهم، كانوا يتكلمون في العموميات، الكل كان غير مصدق في لحظتها. فكانت لحظة تاريخية، وظهورنا في اللايف قبل الإعلان الرسمي لنادي النصر كان صدمة حتى على الجماهير، وهم بالفعل بدأوا بتداول الأخبار بعد أن ظهر الخبر على قناة العربية، وبدأوا بالفعل بتداوله بشكل واسع وبنقاشه وبانتظار التأكيد الرسمي من نادي النصر. فكانت لحظات تاريخية قبل الإعلان الرسمي. دعنا بكواليس التغطية الإعلامية العالمية والعربية لهذا الحدث، عن المواقف الطريفة، عن تفاعل رونالدو مع الإعلاميين، الكواليس يعني. نعم انا بالفعل في التغطية، كانت التغطية ليست على المستوى الإعلام السعودي او الإقليمي او حتى العربي، كانت تغطية دولية بكل ما تعنيه الكلمة. الأنظار العالم كلها كانت متجهة إلى الرياض، فبالتالي كان تعاطي مع هذا الخبر ليس فقط للمشاهد المحلي أو المشجع النصراوي المحلي المهتم بكرة القدم، إنما كان الكل يتابعك عبر القنوات، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحتى يتناقلون الفيديوهات التي أنت تقوم بها أو تؤديها. فبالتالي كانت التغطية مختلفة، وكان أيضا وجود وسائل الإعلام الدولية في كل مكان، في المتجر، في الشارع، في متجر نادي النصر، في الشارع وحوالي النادي. أيضا كان وجود كريستيانو رونالدو يوم الأمس في الملعب، أيضا الحالة مستمرة، الكل غير مصدق، البعض كان يريد وحاول كمان أحدهم يأخذ سيلفي معه، ألمس اللاعب. وحدا كمان جرب يأخذ سيلفي معه. لست أنا الوحيد، كان أمامي أيضا إعلاميين صينيين يحاولون أن يلتقطوا معه. عم نشوفه أصلا على الشاشة الآن، عم نشوفه أمامنا، السيلفي اللي أخذته مع رونالدو. نعم بالفعل بعد انتهاء المؤتمر حاولت أن أتلفق كريستيانو في الجانب الأيمن معتقدا أن التصوير انتهى، فبالتالي أخذ راحتي على الأقل مع هذا الأسطورة العالمي، ولكن تفاجأت بأن الصورة كانت منقولة لايف، وزملاء على طول أرسلوا لي في الواتساب أنه خلي كريستيانو يروح ويكمل الحفلة، ما احنا فاضيين لك أنت تعطينا. وعن التيشيرت اللي حصلت عليها كمان خبرنا. نعم التيشيرت كان في المتجر الرسمي، كانت الطوابير الانتظار لثلاثة أيام، وكان الحصول على هذا التيشيرت صعب جدا، فبالتالي أنك تحصل على تيشيرت رونالدو في الوقت هذا يعني هذه حظوة لا أحد يستطيع أن يحصل عليها، ولكن أنا للأمانة لم أحصل على هذا التيشيرت، والحظوة ليست لدي، إنما أخذته وتصورت معه ورجعته لصاحبه، وحنضم إلى الطوابير حتى أحصل على
على التيشيرت من المتجر الرسمي. طب عن تفاعل رونالدو مع الإعلاميين السعوديين والإعلام بشكل عام كيف كان باختصار؟ التفاعل في المؤتمر الصحفي كريستيانو كان يعني في المؤتمر الصحفي بعض الإعلاميين كان يقوم بترديد أيضا سواء كان السعوديين أو حتى من الخارج بترديد حركة كريستيانو الشهيرة سي، فكان مصدوم أثناء وجود هذا المؤتمر وينظر باستغراب وفرحة أيضا لكريستيانو. أيضا كان بعض الأشخاص كانوا يقولوا له رونالدو I love you، فبالتالي كريستيانو تفاجأ و توقف قليلا وقام ينظر إلى هؤلاء الإعلاميين. في الحقيقة كل ما حدث أمس يوم تاريخي أشبه ما يكون بالحلم أن يكون كريستيانو ليس زيارة خاطفة إنما يكون معانا في الرياض وفي فريق النصر ومستمر إن شاء الله إلى سنتين بحسب عقده 2025. نعم، كان معنا مراسلنا عبد المحسن الحربي، شكرا جزيلا لك. ونبقى في أخبار الرياضة اللي إلى أيام متصدرة العناوين بسبب الأحداث المتسارعة اللي عم تحدث حول هاي الأيام. فيوم الخميس تم الإعلان عن وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطورة بيلي عن عمر 82 عام بعد صراعه مع المرض. ومبارح تمت مراسم التشييع والدفن في مدينة سانتوس، وحضر التشييع أكثر من 230 ألف شخص من بينهم الرئيس البرازيلي بطبيعة الحال لولا دا سيلفا وكبار الشخصيات من السياسيين وغيرهم. وكان من بين الحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، اللي تعرض لحملة كبيرة من الانتقادات السلبية من بعد ما تم تداول صورة سيلفي له هو وعدد من زملائه الرياضيين أمام نعش بيليه. وهالانتقادات أجبرته لنشر بوست على صفحته الشخصية على إنستغرام وعبر فيه عن استيائه عن اللي صار، وأكد أنه الصورة كانت بناء على طلب من أفراد عائلة الراحل بيليه وبعض زملائه، وقال أنه تقدم بمقترح لتسمية أرض قضية الملعب في المقر الرئيسي للفيفا باسم اللاعب الراحل الأسطورة بيليه. فصل قصير ونواصل الحلقة. أهلا بكم من جديد. بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني اللي اسمه ترند على تويتر من امبارح، والسبب ليس الذكرى السنوية أبدا، السبب هو حملة قادتها جيوش إلكترونية لميليشيا إيران وأعلام النظام الإيراني بهدف الترويج لمعلومات أنه قاسم سليماني هو اللي حرر العراق من تنظيم داعش الإرهابي. وبمجرد ما انتشر الخبر كان الرد عليهم من الناس العراقيين أنفسهم بهاشتاجات تصدرت العناوين في تويتر، وهي تحت وسم لا منا لأحد على العراق والعراق سيد نفسه. وتحول لقب البطل اللي حاولت وسائل إعلام النظام الإيراني نشره وإطلاقه على سليماني إلى لقب القاتل والإرهابي اللي أطلقوا عليه المغردين العراقيين. وتصدرت تويتر رسوم كاريكاتير وهاشتاجات بتلخص كل الجدل اللي صاير حول الموضوع. شهدت المدينة المنورة وعدد من المحافظات التابعة لها هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في سيول وامتلأت المنصات بفيديوهات لما شهد السيول، اخترنا البعض منها.
ومن بين الفيديوهات المتداولة في فيديو عنوانه لحظات تحبس الأنفاس وعمل بطولي وبالفعل محتوى في لحظات صعبة بتوثق إنقاذ مجموعة من الشبان للطفل كان عالق في منتصف السيول واستطاعوا أنه ينقذوا من الغرق. نتابع. وينضم إلينا عبر الهاتف من المدينة المنورة العريف مازن الجهني الذي أنقذ الطفل من السيول. أهلا بك. يا أهلين وسهلين ومرحبا. خبرنا عن لحظة إنقاذ الطفل وعملية إنقاذ الطفل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم. أولا أنا كنت موجود بالبيت وقت حدوث الحدث، وجاني استفزع فيه ولد أخوي الصغير، جاني بالبيت وقال لي فيه ولد طايح بالوادي تعالوا شوفوا، وتوكلت على الله ولا إراديا ما دريت غير أنا واقف عند الوادي وشفت اللهم صل على محمد أم الطفل في الجهة الثانية تنادي على ولدها وتبكي، وولدها بنص الموية ولا حد قادر ينزل له. وأنا الحمد لله كسابق خبرة عندي بالسباحة ومهام الإنقاذ، تم بحمد الله نزولي للوادي والحمد لله على كل حال تم سيطرة. العملية الإنقاذ كان فيها يعني حرفية كبيرة، هل هذا بيعود لكونك يعني كنت تعمل بالقطاع الأمني؟ كيف؟ الحرفية كان يعني في حرفية بالعملية الإنقاذ، خبرنا على هيدا بسبب خبرتك يعني بهالموضوع بهذا المجال؟ اي نعم انا عندي خبره بهذا المجال، خبره الانقاذ والحمد لله. الله سبحانه قدرني على توازني بوسط مجرى الماء ومع مشي بالمويه اني اتمسك لي بحاجه واطلع منها واتوجه للطفل مباشره. ده خبرنا عن شعور الطفل عندما يعني انقذته. والله أول ما جيت الطفل والله كان بحالة يرثى لها، الطفل بردان وتقريبا شرب من الموية حق المجرى لأنه جاي تقريبا أخذ له مسافة يمشي مع الموية مع السيل، وفي زي الحجر السيل دفع عليها وتمسك فيها وطلع الحمد لله ووقف بنفس الموقع الموضح بالفيديوهات. وأنا جيت على نفس الموقع جيت وتطمن أن فيه أحد عنده وهديته والحمد لله سيطرت على الوضع، اللهم لك الحمد، هذا كله توفيق من الله سبحانه، سيطرت على الوضع وارتاح الطفل
وحاولت اني استفزع بالناس اللي حولنا ينزلوا لنا اما حبل او ينزلوا لي شيء ادفي فيها الطفل لين ما يجي اما الدفاع المدني ولا تجي جهة مختصة. شو أبرز التحديات اللي واجهتكم أثناء السيول يعني والأمطار الكثيفة اللي شهدتها المدينة المنورة الفترة الأخيرة؟ والله خاصة الثلاث الأيام اللي راحت الأمطار ما شاء الله تبارك الله ما وقفت خلال ثلاث أيام، السيول ماشية كل الأودية وكل الشعبان وكل المناقع الموية. والله عندنا احنا شخصين الشباب والامهات الله يحفظهم نعم فين اهمال على خاصه البذوره، احنا شباب نروح ندور الاودي ونروح ندور السيول بلا مبالاه. شكرا لك من المدينه المنوره العريف مازن جهني، شكرا جزيلا لك. ختام حلقة اليوم من تفاعلكم، إلى اللقاء. The welcome yesterday was amazing. We feel good here. Saudi Arabia people, they are lovely with me and with my family, so I'm really proud.